مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان مع هذا السيد اللي الخدمة ديالو صباغ، خدم عند واحد السيد في النواصر بالضبط في المطار، ياك في المطار خدم معاه واتفق معاه على انه غادي يخلصوا، داروا واحد المبلغ والخدمه كملت. ياك الشريف خدمتي انت باقاش لي روتوش خفاف. للاسف هذا السيد نصب عليه حاجه داك تسمى نصب، ما خلصوش نهائيا وخدا ليه الماتيريال ديالو. دابا هذا السيد عنده الادله، عنده كل شيء، هذا السيد ما طالب حتى شي حاجه، حتى الناس تما الشهود، يعني هذا السيد ما طالب حتى شي حاجه، كيطالب غير برزقه وبحقه، حيت دار الخدمه ديالو خاصو يتخلص عليها. السلام عليكم الشريف، قرب لك اخويا الميكرو. اخويا شنو المشكل اللي وقع لك؟ عاود لينا اخويا كيفاش خدمتي مع هذا السيد، كيفاش تعرفتي عليه وشنو وقع لك معاه؟ المشكل ديال هذا السيد انا مزيان المشكل ديال هذا السيد هو انا جد عندي الجار ديالي كيعرفوني كيعرفوني ما كنعرفوش، ماشي بشي اسم بشي شركه ولا شي اسم ديال شي حد، باسم داك السيد اللي جا عندي بالطونوبيل. جا عندك بسميتو؟ اي صيفط لي انه بالاولى الفيديو غير بار واتساب، قال لي هالخدمه اللي عندك، يعني راه الخدمه في الفيديو اصلا راه ما كتبانش، درت معاه تمام رمزي ديال خدمه نهار، قال لي راه عندك خدمه ديال نهار غاتساليها. قلت له واخا ماشي مشكل، يعني الانسان اللي كيدوي وحريف كتثق فيه، يعني ما انت ما كتعانيش من هذا المشكل، لان راه ما كايناش عدم ثقه. فاش مشيت تما حيت ممنوع الدخول المطار معروف هاد القضيه بلا باتش، هذاك الشيء علاش هو صيفط لي. صافي تقبلت المساله، وفاش مشيت دخلت الخدمه لقيت الخدمه ديال سيمانه ماشي ديال نهار، وانا نهضر معاه قلت له المهم انا راه غنخدم ليك، ولكن فاش غنخرج غنتفاهم انا وياك، يا نكمل معاك كتعطيني تخلصنا في نهاري ونمشي في حالي. هادشي اللي زدنا خرج قال لي ودي ها كاين ها كاين، انا راه ما شفتش، راه السيد اللي خدام معايا تما كاين هو اللي صيفط لي الفيديو، المهم ماشي مشكل ما نتوهموش. بقينا كنتناقشوا في الثمن، انت شحال درتو ديال الثمن؟ 1300 درهم. 1300 درهم ماشي ثمن ديال 1000 درهم ولا ما عاد ديالهاش، خدمت هذيك 1300 درهم على اساس غنكملها في 3 ايام باش نمشي في حالاتي. يعني انت نقصتي الثمن. انا اصلا اللي دفعني نخدم صباغ بحال هكا غير كنبريكولي بها، علاش؟ لان انا شيفور شدوا لي البيرمي ديالي في هذيك لابليكاسيون درايفر، بقى 3 شهور، يعني خصني ما ندخل لاولادي. يعني انت موعي الاسره، راه عندك مسؤوليه. دراري وكاري. فهمتيني؟ عندي ثلاثه وليدات وكاري. يعني شنو ندير؟ نبقى مربي عيدي خصني نخدم. ما تسناش يعني كتخدم بريكولات هكا في الصباغ. ما عنديش مشكلة. باش هو صافي مشيت معاه، فهمت انا وياه، هضر معايا الجار قال لي صافي على حسابي صافي قدي معاه الغرب، الله يسر. شديت ما عندي بريكول، خدمت معاه هذاك النهار يا ضربت حتى العشية وجينا، عاوتاني الغد ديال الخميس خدمت معاه من الصباح حتى 8 الليل، عرفت هادشي كلشي متق عدل، يعني راه ملي كتدخل كتدخل كاينين الكاميرا بيان سور وكاين كلشي. التوثيق كتقيد في الريجيستر ملي كتدخل الديوانة، كندخلوا على باب تاع الديوانة، كيقيدوك مع اش دخلتي وكيقيدوك مع اش خرجتي، كتدخل كتقلب كتخرج كتقلب. يعني إلا خرجت معايا طورنوبيس راه غيقولوا لي خرج طورنوبيس، مقيدة في الريجيستر هاد السيدة خرج طورنوبيس، ممنوع نخرج معايا إلا بالإذن ديالو هو، حيت هو اللي مدخلني تما، هو اللي خصو يخرج لي الماتيريال ديالي. نهار الجمعة غادي أنا وياه غادي نيت بالقبس وهداك الشيء باش نروتيسي ديك اللعيبات اللي بقاو ونكملهم، قلت لي راه اليوم واخا نبقى حتى الليل غنكمل وغادي نجي في حالاتي، ما خصنيش نرجع، ما عنديش الربح باش نبقى نرجع تما. يعني في الليل شوف شنو دير باش تجي تديني أنا ودوزاني وهداك الشيء، أنا ما كنساليش، أنا هذيك قلت لي راه الليل، أنا قلت في الليل ماشي قلت أنا عارف كتدخل 7 6، أنا قلت لها تسالي خدمتك وجي عندي وخا لي دوزان وخا لي سلوم وخا يكونسومي أنا نخلصو لك ماشي مشكل، كمل لي خدمتك. قلت لي واخا خلصني عطيني انا غنكمل، ما عنديش باش نبقى نجي هنايا، لا فلوس كنصيفطها لك شوا فاكاش، تصوري السبت والحد كاين شوا فاكاش، يمكن شوا فاكاش نهار الاثنين، اليوم دابا حنا الاربع، هو كيقول لي وفاكاش عندي حدود ديالهم صيفطوا لي. صافي قلت ليه لا، عطيني رزقي هذاك الشيء اللي بقى بيناتنا، هو عطيني 8000 ريال كافونس خديتها عنده، نهار خميس نيت خديتها عنده قبل ما نخدم، قلت ليه عطيني فلوسي دابا وصافي، الماتيريال راه عندك تجيبو ليا، راه غيبقى حيت ممنوع نخرج الماتيريال باسم خاصو، هو اللي خرجو ليا. دابا هو شاد لك الماتيريال وما خلصش 20 يوم دابا، اكثر من 20 يوم دابا، اكثر من 20 يوم، لا اربعه ولا اربعه سيمانه ولا اربعه 15 يوم وها الاربعه شحال دار، راه 21 يوم دابا تقريبا. دابا خويا انت شنو تبغي تقول لهذا السيد؟ بطبيعه الحال هو غيشوف غيشوف الفيديو غيعرف راسو، شنو تبغي تقول؟ شوف الخدمه ديالي وعندي الفيديو ديالي، يعني عندك الادله عندك كلشي، ليك كملت ليك خدمتك بقات شي روتوش، عطيني رزقي وعطيني الماتيريال ديالي، وعطيني السلوم ديال السيد نديه ليه، توا راه كيترزق في الله ماشي شاد ليه توا السلوم ديالو، جيب ليا كي قاولتي النبل ولا جيب ليا الماتيريال ديالي، انا ما بغيتش منه حتى شي حاجه. مشيت عند الناس ديال الامن في المطار قالوا لي ودي مشي اختصاص زيان، سير عند دارك وخاصك تمشي تكتب شكايه عند وكيل المالك والامور غتطول بزاف،
واش انا نقابل خدمه يعني غتولي انت اللي خاسر في هاد الامور حيت الحاكم يعني راه حشومه هاد الشيء فهمتي. هادشي اللي كنطلب من هاد السيد غير يرد لي غدوزاني يجيب لي دوزاني ويخلصك فرصتك عرق كتافك هذا عرق وليداتي هذاك انا كنعرق على وليداتي هذاك رزق ديال الدراري خصو يعطيه ليا الرقم ديالك اخويا ديال التليفون 06 انا نملي عليك 06 79 قولها 06 06 79 79 69 69 70 70 53 53 مشاهدي قناه توتي في كيف ما كتهضروا معنا. مرحبا خويا. هاد السيد الخدمه ديالو سباق خدم عند هاد السيد اللي في النواصر بالضبط في المطار. للاسف هاد السيد نصب عليه ما خلصوش خدا ليه الماتيريال ديالو دار معاه واحد المبلغ داكشي اللي اتفقوا عليه ما داروش نهائيا. ما درت مع ماشي مبلغ درت خدمه زعما ديال خصوصا ان هاد السيد معي الاسره يعني عنده 100 درهم الا قال شي سباق غيقول ليه يعني بحال هو بحال ولكن انا لا انا كان قلت زعما الخدمه ما فيهاش عاد سميتو واش الله غير كواتسو وقال لي كاين غير الكولوار وليت لقيت البلافو والخدمه تزادت عليا بزاف وصافي ما كاك ما قلت والو يعني. يعني كنتمنى كنتمنى هاد السيد يوصلوا هاد النداء يوصل للناس المسؤولين وهاد السيد ياخذ الحق ديالو. هاد السيد مطالب بحاجه تاع المخزن لي سير عند المخزن يعطيك حقك. يعني هاد السيد كيف ما كتشاهدوا معنا كيبقى يدعي بالنفوذ وهاد السيد الله يجازيكم بخير ما عنده حتى شي واحد اللي غيمساعدو من غيركم. مرحبا. ديت السيد ريسبونسابل تما ديال المطار دويت معاه الاوديو ديالو عندي قال لي والله تا غندوي معاه وما سمعتش منه عاوتاني ديت واحد السيد كطرف وسط مشى معانا ولقيناه تما ودوى معاه قال لي ودي صافي نهار الثلاث على الثلاث اللي فات باش يعطيني رزقي فهمتيني ولكن مازال السيد ما بغاش يدير الله وداك السيد واخا دخل قال لي سالت لي هذاك السيد مصر قال لي يا خويا راه الغالب الله بنت معاه بحالك يعني ما دار معاه والو وعاود ثاني صيفط ميساج قلت له ودي راه غنعيط للصحافه راه غندير لونتريفيو ديالي وداك الشيء اللي بغى يديره هو يديره انا ما غنبقاش غادي نتجارى معاه في المحاكم. يعني كنتمنى هذا النداء يوصل اخويا وهذا السيد يعطيك الرزق ديالك وحنا بطبيعه الحال كاعلام حنا معاك ان شاء الله حتى تاخذ رزقك حيت حشومه هذه الامور هذه انكم تستغلوا الناس وما تخلصوهمش هذه راه حشومه راه ما كيبغيها على ربي لاعب. شي خبير يشوف الا ما انتهاش داك الشيء ديك 8000 ريال ردها لي. يعني ولكن حنا شفنا في الفيديو اخويا راه تبارك الله مساحه كبيره وخدمتي يعني كون ما خدمتيش 300 متر هذه ان شاء الله توفيت 300 متر. الرقم هو 06 79 69 70 53 الرقم هو 06 79 69 70 53 هذا هو الرقم ديال هذا السيد. هنا مشاهدينا بقى لي نوداكم نتلاقاكم في بث مباشر اخر. بالسلامه عليكم.